السلام عليكم وأهلا بكم في ثنايا الخبر. عام على الزلزال المدمر الذي ضرب الشمال السوري وجنوب تركيا، وخلال هذا العام تراجعت المساعدات الأممية عوض أن تزداد. تراكمت المواجع على السوريين وتفاقمت مشاكلهم. الدول العربية ذهبت للتطبيع مع سلطة الأسد، والدول الغربية تراجع اهتمامها. السوريون يقفون وحدهم دون دعم دولي ويحاولون ردم جراحهم. جهود متواضعة هنا وهناك لترميم دمار الزلزال الذي ضاع بين دمار القصف الروسي وقصف سلطة الأسد. بات الشمال السوري يتيما أكثر من ذي قبل، ومع مرور الأيام يشتد ألم اليتم. يعض السوريون على جراحهم، فلا صديق اليوم تكشف له الألم ليتألم معك، ولا طبيب يعاين الألم ليعالجه عقب عام من الزلزال، حتى بعض مؤسسات المعارضة لم تقف عند مسؤولياتها، يقول آخرون. وهنا تثار تساؤلات: هل الأمر متعلق بتقصير المؤسسات السورية أم بخذلان الدول الصديقة؟ هل حققت سلطة الأسد وروسيا ما تريد من خلال قطع المساعدات؟ ولماذا رضي مجلس الأمن والدول المؤثرة بذلك؟ كيف سينعكس ذلك على حالة السوريين النفسية تجاه من يدعون الصداقة ويكررون عبارات خالية من المضمون؟ كل هذه التساؤلات وغيرها نطرحها على ضيوفنا السيد علاء الدين الجابري، رئيس المجلس الأعلى لإدارة الكوارث والطوارئ التابع للحكومة المؤقتة، يحدثنا من عزاز، والسيد أحمد يازجي عضو مجلس إدارة الدفاع المدني السوري، يحدثنا من إدلب. مشاهدينا، نتابع المادة التالية ثم نعود لنبدأ الحوار. السادس من شباط، ذكرى موجعة تضاف إلى روزنامة السوريين، وعلى ألم الحادثة الطبيعية التي أصابت الشمال السوري تسري قاعدة الخذلان الممتدة منذ أكثر من عقد من الزمن. كارثة الزلزال بعد عام من وقوعها أظهرت عجز جميع السلطات المحلية في سوريا عن الاستجابة بمفردها إلى الأزمات في بلد تلاشت فيه بعد 12 عاما من النزاع قدرة وكفاءة المؤسسات الحكومية التي حلت مكانها المنظمات الإنسانية والشبكات الأهلية من تجار وغيرهم، بحسب مركز جسور. هشاشة الواقع في مناطق المعارضة التي عمها الضرر الأكبر من الزلزال لم يمنع جهودا على قدر الحال بدأها الدفاع المدني والمركز العملياتي وبعض المنظمات التي حاولت جهدها لترميم مشاعر النازحين أكثر من ترميم واقع يحتاج مقومات دولية. غياب الدعم الدولي فاقم الكارثة. مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية جوليان بارنز قال لموقع دويتشه فيل الألماني إن الوضع على الحدود السورية التركية لا يزال مدمرا، وعوض أن يطرأ أي تحسن على الوضع سقطت سوريا من الاهتمام العالمي ونقص التمويل للمشاريع الإنسانية. من جانبه قال نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية ديفيد كاردن إن نسبة التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية الخاصة بسوريا العام الماضي بلغت 38%، ما يمثل الانخفاض الأكبر منذ 2011. عام على الزلزال المدمر لم يتغير شيء بمقدار انكشافه، ومن كشف للسوريين اليوم هو أن الدول والحكومات لا تفقه سوى لغة المصالح والأهداف التي تتغير مع تغير الجغرافيا والزمن. أرحب مجددا بضيوفي السيد علاء الدين الجابري، رئيس المجلس الأعلى لإدارة الكوارث والطوارئ التابع للحكومة المؤقتة، يحدثنا من عزاز. كما أرحب بالسيد أحمد يازجي عضو مجلس إدارة الدفاع المدني السوري، يحدثنا من إدلب. أبدأ معك سيد علاء، مرحبا بك. ماذا قدمتم خلال العام الماضي كحكومة مؤقتة؟ أهلا وسهلا بكم وبجميع المشاهدين. طبعا كان كارثة الزلزال مر عام علينا، وإن شاء الله ما تنعاد كليا. المؤسسات الحكومية منذ أول كارثة نزل في سواء كان على مستوى الإدارة المحلية والوزارة الصحة والكوادر التعليم كلها كانت موجودة في
مباشرة في الزلزال، تم تأمين تنسيق الجهود مع معظم العاملين والمنظمات لتخفيف أثر الكارثة الأولى، بالإضافة خلال فترة السنة القادمة كان هناك تنسيق مع الأمم المتحدة، 320 زيارة تم تنسيقها مع الأمم المتحدة لزيارة الشمال السوري بشكل كامل. أيضا فعليا يعني خلال الفترة الأولى كان بعض التخبطات بين المؤسسات وبين العمل يعني صعوبة الأمر، فتم إطلاق المجلس الأعلى لإدارة الكوارث والطوارئ بعد يعني فترة جيدة من الزلزال. بدأ المجلس الأعلى بتنسيق الجهود بين المؤسسات الحكومية، بين منظمات المجتمع المدني، بين القطاع الخاص لتخفيف آثار سواء كان كارثة الزلزال أو أي كارثة أخرى. هل أنتم راضون عن أدائكم سيد علاء خلال العام الماضي؟ يتساءل البعض مثلا، هل أنتم راضون؟ أكيد اليوم أي كارثة زلزال الدول المستقرة لا تستطيع يعني ما بيكون لا يوجد وجود رضا، لكن ما نحتاجه في أي كارثة أن يكون كل الجهود يكون في تكامل في الجهود، سواء كان الجهود السورية سواء كان حتى أصدقاء الشعب السوري حتى الدول الداعمة للقضية السورية. كارثة الزلزال هي فعليا كانت فرصة، صحيحة هي محنة لكن فرصة لتجمع الجهود ويتم تنسيقها فيما بينها بحيث نستفيد من هذه المحنة لنحولها منحة. أكيد اليوم استراتيجية الحكومة والمجلس الأعلى ما بعد الزلزال ليست ما قبل الزلزال. أعتقد أن في عام 24 راح يكون في استراتيجية تكاملية بين معظم بين كل أطراف المجتمع السوري العام، سواء كان على مستوى الشبكات الاجتماعية، سواء كان على مستوى الشبكات التطوعية، سواء كان على مستوى المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وأيضا منظمات المجتمع المدني. اليوم أي كارثة تحتاج منا جميعا تكاتف الجهود حتى نستطيع أن نخفف مخاطر هذه الكارثة. اسمح لي سيد علاء أن أنتقل إلى السيد أحمد يازجي عضو مجلس إدارة الدفاع المدني السوري، حدثنا من إدلب. مرحبا بك معنا سيد أحمد. شكلتم خلال العام الماضي التحالف العملياتي وقمتم بالعديد من الأعمال، برأيك هل هذه الجهود التي قدمتوها خلال العام يعني كافية لسد الثغرات المطلوبة في الشمال السوري؟ بداية مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين. هذا التحالف العملياتي هو ثمر الجهود التكاتف والتضافر بين جميع المنظمات، وهذا ما شاهدناه خلال كارثة الزلزال. كان هنالك جهود من جميع الفئات الشعبية وأيضا المنظمات المحلية، لذلك كان هنالك حاجة ملحة أن نتكاتف مع تلك المنظمات لكي ينتج عنها عمل، وهذا ما حققناه خلال التحالف العمليات الذي أنشأناه مع منظمة سانس، وبالإضافة للمنتدى السوري هناك عدة أعمال قمنا بها من بنية تحتية، من شبكات طرقية وأيضا شبكات صرف صحي، بالإضافة أن هناك تحالف أيضا آخر على المستوى الطبي مع منظمة الأمين. هذه التحالفات من شأنها أن تخفف الأعباء أثناء حدوث الكوارث، بالإضافة أثناء فترة السلم، وهذا ما يحدث الآن من إنشاء مراكز صحية وأيضا مشافي وأيضا شبكات طرقية. إذن هناك إنجازات، أنت تتحدث عن إنجازات قمتم بالفعل بإتمامها خلال الفترة الماضية، هل ستتوسعون أم التحالف سيقتصر على هذا الشكل؟ أكيد يوجد بعض الأعمال التي أجلت في فصل الشتاء إلى فصل الربيع لكي، وأهمها الأعمال الشبكات الطرقية وأيضا بعض الترميمات لشبكات الصرف الصحي وأيضا ترميم لبعض المنشآت العامة، ولكن نعلم فصل الشتاء العمل يكون هنالك صعوبة في العمل، لذلك تم تأجيل بعض الأعمال إلى فصل الربيع. وأيضا هنالك بعض المهام التي نقوم بها كفرق دفاع مدني غير التحالف، هنالك بعض التدريبات التي نقوم فيها للمجتمع المدني، قمنا بتدريب شرائح متعددة من المجتمع
عن كيفية التصرف أثناء حدوث الزلزال، وهذا ما شاهدناه أيضا في الزلزال. هناك كان اندفاع من بعض المدنيين، ولكن لا يوجد لديهم خبرة. عملنا على استهداف شريحة واسعة من المجتمع لتدريبهم في حالات الكوارث والاستفادة من الطاقة البشرية. نعم، أعود إلى السيد علاء الدين الجابري. السيد علاء، على من يقع عاتق تقديم المساعدات للمتضررين؟ البعض يقول أن الحكومة المؤقتة ليس لديها القدرة لسد هذه الثغرة الكبيرة، ويترتب ذلك على المجتمع الدولي. البعض يقول أن على الجانب التركي المتنفذ في المنطقة تقديم المساعدات. البعض يقول المنظمات. على من يقع عاتق تقديم هذه المساعدات برأيك؟ طبعا يعني في أي كاسة المسؤولية تكون مسؤولية مشتركة، تقع على عاتق كل من تكلم، تقع على عاتق بداية الحكومة المؤقتة والمجتمع الدولي وحتى المجتمع الإقليمي المتمثل الدولة التركية. أي كارثة تحتاج إلى تظافر الجهود السورية وتظافر الجهود أيضا الدولية. اليوم كارثة الزلزال كشف عنا أنه نحن عنا فجوة كبيرة في الاحتياجات، والفجوة الكبيرة في احتياجات الاستجابة الطارئة والاحتياجات المخزون الاستراتيجي. حقيقة الأمر الأصل في أن يكون لدينا مخزون استراتيجي لأي كارثة للأيام الأولى من وقوع الكارثة، ليس ما يتم يعني خلينا نقول تحرك المجتمع الدولي، وهذا ما شاهدناه. تأخر المجتمع الدولي أكثر من 5 أيام، حتى 10 أيام. هل بدأتم بأشياء عملية تتعلق بهذا الأمر؟ أكيد كل اجتماعاتنا كحكومة مؤقتة مع ممثلين الدول ومع الأمم المتحدة نتكلم على استراتيجية ما بعد كارثة الزلزال. ما نحتاجه نعمل على على وضع استراتيجية للمخزون الاستراتيجي، والمخزون الاستراتيجي ليس فقط في يد الحكومة المؤقتة، وإنما المخزون الاستراتيجي الذي يجب أن يكون في الشمال السوري ضمن مؤسسات الحكومة وضمن منظمات المجتمع المدني، حتى تكون ضمن استراتيجية واحدة. ايضا على مستوى خلينا نقول التدريب والتاهيل، تم بناء وتدريب فرق تطوعيه وشبكه، اطلقنا شبكه ساند لاجل سوريا لتكون مسانده في عمليات المؤسسات الحكوميه والمؤسسات والوحدات المختصه كالدفاع المدني. لكن ايضا التجربه السوريه والمجتمع السوري، هناك اكثر من 100 شبكه مجتمعيه تطوعيه كبيره وصغيره، بدأنا أيضا بالتشبيك فيما بينها لرسم سيناريوهات كارثة، سواء كارثة الزلزال أو كارثة انقطاع الماء أو أي كارثة كانت، بحيث يكون سواء نكون في مرحلة سيد علاء مرحلة التوعية. أنتم كحكومة مؤقتة، اليوم المنظمات لديها موارد وتعمل بناء عليها. أنتم كحكومة مؤقتة، هل لديكم موارد تقدموها كحكومة وليس ربما كتوجيه هذه المنظمات؟ أنت تحدثت مثلا عن المخزون، هل لديكم مخزون؟ أكيد طبعا. اليوم في المؤسسات إكسار البيزار، مؤسسات الحبوب لديها مخزون فيما يخص الطحين، لديها مخزون فيما يخص المواد الأساسية. لكن أيضا اليوم ما يخص المخيمات وما يخص هي في الواقع السوري حاليا، لا يخفى أن دور المنظمات عليهم مسؤولية كبيرة في هذه المرحلة. لكن الأصل أن يكون أيضا يكون تنسيق مشترك كمخزون استراتيجي فيما يخص المخيمات الطارئة، وفيما يخص الاستجابة، فيما يخص السلة الغذائية لمرحلة الكوارث. لكن أيضا دور الحكومة في حقيقة الأمر هو تسهيل مع المنظمات ليقوم بتنفيذ خطط الاستجابة فيما يخص السلال والأمور العاجلة. هنا في هذا النقطة كان البعض أثار حساسية معينة ربما نناقشها لاحقا. اسمح لي أعود إلى السيد أحمد. سيد أحمد، البعض يعني يقول أن كثير من المنظمات السورية لديها تقصير حقيقي، هي لا تؤدي كامل مهامها وواجباتها. مثلا الدفاع المدني
يتحدث الجميع عنه بشكل إيجابي. هناك منظمات أخرى تذكر بالاسم تتعامل بشكل إيجابي ومقبولة، لكن هناك نسبة كبيرة من المنظمات لا تتلقى الترحيب ولا حتى القبول في المجتمع السوري ويعتبرونها مقصرة. هل هذه النظرة صحيحة، ولماذا يوجد خلل في عمل المنظمات برأيك أو تقصير لدى البعض؟ ما يمكن أن نقول أن هنالك خلل في المنظمات، ولكن هنالك حسب الإمكانيات المتوفرة لدى المنظمات. يتم تحميل بعض المنظمات أعباء هي ليس بإمكانها تحملها، يعني على سبيل المثال يوجد بعض الموارد لدى بعض المنظمات هي موارد ضعيفة لا يمكن أن تلبي كافة الاحتياجات. يمكن أن هناك خلل في اختصاص بعض المنظمات، يجب عليها أن تقوم باختصاص في مجال معين والعمل به، وهذا ما كتجربة ناجحة كانت لدى الدفاع المدني وأيضا بعض المنظمات الأخرى العاملة في شمال غرب سوريا. لذلك هناك بعض المنظمات لا تختص وإمكانياتها ضعيفة، لذلك يوجد هناك نظرة تشاؤمية من المدنيين لتلك المنظمات، ولكن كل يعمل حسب طاقته. هناك صح في المساعدات هناك، لكن السيد أحمد يعني ليس فقط على حجم الموارد، هناك البعض يعلق على إدارة هذه الموارد ويضرب الأمثلة، يقول المنظمة الفلانية تدير مواردها بشكل صحيح والمنظمة الفلانية تديرها بشكل خاطئ، هل هذا موجود؟ يعني ما فيني أكد بهذا الموضوع، يعني أن إدارة المنظمات قد تكون، بعض المنظمات قد تكون غير قادرة، أنا لا نستطيع أن نؤكد، ولكن أنا أؤكد أنه يجب أن يكون هنالك ظافر جهود بين جميع المنظمات لكي يكون هنالك عمل متكامل. يوجد بعض المنظمات لديها إمكانيات معينة تعمل بها، لا يمكن ليس لديها إمكانيات أخرى، لذلك تظافر الجهود يمكن أن يؤدي إلى عمل أنجح من العمل السابق. نعم، أعود إلى السيد علاء. سيد علاء، هناك يعني يتحدث السيد أحمد وتتحدثون عن تظافر الجهود والتنسيق، ما هي الخطوات التي قدمتها الحكومة المؤقتة في سبيل ذلك؟ تمام، جميل. خلال خلينا نقول الثلاث شهور السابقة تم عمل عدة ورشات عمل جمعت أكثر من 300 شخص من المجالس المحلية والمنظمات والمؤسسات الحكومية. من خلال هذه الورشات وضعنا استراتيجية عمل لتظافر الجهود، وتم التوقيع أكثر من 25 جهة من المنظمات الحكومية ومؤسسات للعمل على هذا الإطار، إطار تكامل الجهود للحد من مخاطر الكوارث. تلخص بخمس نقاط رئيسية. بداية النقطة الأولى هي توزيع الأدوار بشكل صحيح واتفاق عليها كأولويات بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ثم بناء منظومة اتصال وتواصل بين هذه المنظمات، بين المكونات الرئيسية، ومن ثم توسيعة الشبكات المجتمعية والشبكات الداعمة التي تبلغ اليوم. لما بنحكي نحن عن اتحاد طلاب، نحكي عن فرق تطوعية، نحكي عن نقابة معلمين، نقابة مهندسين، هذا المجتمع المدني المنظم تقريبا أكثر من 50,000 شخص. نحتاج إلى بناء شبكات اللي يكون دورهم في التوعية ودورهم أيضا في الاستجابة أثناء الكارثة. أيضا ما نحن ما ضمن استراتيجية التشبيك، ضمن الخطوات الرئيسية هو إدارة الموارد المالية وإدارة ومعرفة الآليات، معرفة آليات الموجودة في الشمال السوري. من خلال بدأنا في القطاع الخاص مع نقابة المقاولين بجمع الآليات كافة متواجدة في الشمال السوري بحيث تكون جاهزة في لأي استجابة طارئة. أيضا يعني لما نحكي عن آليات فنحن عم نحكي عن آليات موجودة في الجيش الوطني، عم نحكي عن آليات موجودة في القطاع الخاص، عم نحكي أيضا عن آليات موجودة ضمن المنظمات المجتمع المدني. نعم. أيضا النقطة التي نحتاج إلى العمل على تنسيقها هي إدارة البيانات والإحصاء الشامل، لا سواء كان على مستوى الإحصاء عدد السكان، سواء كان على احتياجاتهم،
ما نحتاجه من خلال الورشات أنا نحتاج إلى توسعه ومبادره للاحصاء الوطني بحيث تكون المعلومه موجوده لدى الحكومه والمنظمات والشركاء والمنظمات المجتمع المدني حتى نستطيع التصدي للكارثه. وهذا يتبلور ما نحتاجه ايضا دور الاعلامي. دور الاعلامي هو شريك ليس في التغطيه وانما شريك في وضع استراتيجيات منذ البدايه في التوعيه في عمليه الاستجابه وفي أن يكون هناك ناطق رسمي لكارثة معينة أثناء الكارثة. نعم وضحت الفكرة سيد علاء. بالعودة إلى سيد أحمد. سيد أحمد، ما هي أهم المعوقات التي تعترض عملكم، لا سيما ربما هناك نوع ونسبة من الموارد لديكم ولديكم تجربة، أهم المعوقات ما هي؟ هلا بالنسبة للمعوقات كفرق دفاع مدني هي إلى بعض أو كثرة الأعمال الآن على مستوى المخيمات وأيضا المدن والبلدات التي تعرضت إلى الزلزال. إلى حد هذه اللحظة يوجد بعض أعمال الهدم والترحيب وأيضا يوجد بعض الأعمال القائمة على مستوى المخيمات والآن مع قدوم فصل الشتاء. لذلك هنالك متطلبات كثيرة جدا على فرق الدفاع المدني والأمكانيات المتوفرة لدينا نعمل بها بكامل طاقاتنا والآليات أيضا موجودة لدى فرق الدفاع المدني. أيضا من المعوقات أيضا هنالك بعض مشروع أطلقناه السنة الفائتة عن الحلول الذي يجب كانت أن تتوفر مع قدوم فصل الشتاء وما يمكن أن نعمل سوية إن كان على مستوى الدفاع المدني أو بعض مع شركاء الدفاع المدني والمنظمات الأخرى لكي نتفادى الكوارث أيضا خلال فصل الشتاء وما يتسبب به. ولكن للأسف مع استمرار الهجمة الروسية والسورية على المناطق هذا يعني أن هناك مخيمات عشوائية إضافية، هذا يعني أن أيضا إنشاء مخيمات أيضا جديدة وهو ما قد يؤخر أيضا في الأعداد عمال. تتزايد ربما أعداد المحتاجين والمخيمات المحتاجة تزداد ولا تقل وتشعب المهام بالنسبة للدفاع المدني. سيد أحمد اسمح لي أعود إلى سيد علاء هنا. سيد علاء مرحبا بك مجددا. خططكم للعام المقبل ما هي كحكومة مؤقتة في المنطقة؟ طبعا في مجال نتكلم في مجال يعني الاستجابه للكوارث بكل تاكيد. استراتيجيه عمل مثل ما ذكرت لك سابقا وضعنا اطار حوكمي لحد من المخاطر. الان بدانا في تنفيذ هذا الاطار. من اول خلال الاسبوع القادم سيتم اطلاق فعاليه ندعو فيها المنظمات والمؤسسات الحكوميه للاستفاده من الدروس لتسليط الضوء على يعني عمل وحجم عمل المنظمات للاستجابة لكارثة الزلزال، لكن الأهم من ذلك هو الدروس المستفادة التي يعني وقعت خلال السنة العام الماضي وبناء استراتيجية تكاملية بين المنظمات كمؤسسات حكومية وبين المنظمات المجتمع المدني وبين القطاع الخاص. هذا من الجانب الحوكمي. الآن نحن دورنا كمجلس أعلى كمجلس على إدارة الكوارث هو حوكمة قطاع الكوارث. إذا استراتيجيتنا خلال المرحلة هو بدء بالتوازي في الإطار اللي تكلمنا على بناء منظومة التواصل، منظومة الاتصال، بناء منظومة الشبكات وجمع البيانات وبالتالي بناء المخزون الاستراتيجي. بدأنا مثل ما ذكرت لك العمل على بناء شبكة الآليات أو بناء تطبيق للآليات. سوف أيضا يكون هناك تطبيق آخر للمؤسسات الحكومية والمنظمات المجتمع المدني والمتطوعين حتى يكون جاهزين. على الصعيد الآخر أطلقنا شبكة سارة قوامة 85 متدرب. سوف يتم توسعه هذه الشبكة كمتطوعين رديفين للمؤسسات أو المؤسسات الحكومية والوحدات المختصة. لكن حقيقة الأمر الأولوية هي خلينا نقول الإحصاء الذي سيبنى عليه الاستراتيجيات ومن ثم بناء آلية اتصال وتواصل وضمن غرف عمليات اللي تجمع كل العاملين
لا نتكلم عن كارثة الزلزال فقط، لكن هناك قد يكون نفس السيناريوهات الكارثة سواء كانت كوارث طبيعية مثل كوارث صحة. إذن أعمالكم ربما سيد علاء تقتصر على التنسيق، خطوات تنفيذية ربما يصعب ذلك؟ لا، البداية الأمر يعني خدمات اليوم على... نحن نتكلم عن مجلس أعلى لإدارة الكوارث والطوارئ ونتكلم عن حكومة مؤقتة. هل هناك ربما ستقدمون مثلا عدد من الخيام، عدد من المساكن، عدد من ترممون عدد من الطرقات؟ هذا هو بالحالة الطبيعية عمل ربما هذه المؤسسة. هل لديكم هذه القدرة؟ نحن يعني البعض لا يلقي اللوم عليكم، يتفهم عدم قدرة المؤسسة على ذلك. المجلس الأعلى بعضويته يتكون من المؤسسات الحكومية ومن النقابات المهنية ومن منظمات المجتمع المدني. هذا فبالتالي المجلس مسؤوليته الأولى هو حوكمة هذا القطاع وحشد الجهود لكوارث معينة، لكن في الناحية العملية المديريات المختصة تقوم بأعمال البنية التحتية سواء كان وزارة الإدارة المحلية. اليوم نحن كمان المجلس هو دور عملية تنسيقي، لكن مؤسسات الحكومة تقدم اليوم وزارة الصحة لديها منظومة إسعاف وتقدم الخدمات بكل تأكيد. أعتذر منك على المقاطعة سيد علاء، ضاق بنا الوقت، واسمح لي أختم بسؤال أخير وبعجالة مع السيد أحمد. سيد أحمد، هل الجهود المحلية أو الدعم المحدود قادر على استيعاب المشكلة في الشمال السوري وترميم ما أحدثه الزلزال والقصف، أم أن الأمر يتطلب لدعم دولي؟ الأمور هي أصعب من جهود جميع الجهود المحلية. يمكن أن تتضافر الجهود وأن يكون هنالك عمل، ولكن هي أقل بكثير من متطلبات الشمال الغرب سوريا. هنالك ربما سيد أحمد لن يأتي دعم دولي، البعض يقول هكذا، وعلينا ربما أن نضافر هذه الجهود نسبيا. كم يمكن أن تغطي هذه الجهود برأيك؟ لا تغطي الجزء الكبير، ولكن تغطي قليلا من الأعمال المتطلبة لدى شمال غرب سوريا في ظل وجود مخيمات عديدة، في ظل بنية تحتية هشة جراء الزلزال، بالإضافة جراء القصف المستمر من قبل النظام الروسي والسوري. أشكرك السيد أحمد يازجي عضو مجلس إدارة الدفاع المدني السوري، حدثنا من إدلب، وأشكر السيد علاء الدين الجابري رئيس المجلس الأعلى لإدارة الكوارث والطوارئ، حدثنا من عزاز. والشكر موصول لكم سادتي المشاهدين على حسن متابعتكم لثنايا الخبر. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.